أول إشي الشكل اللي عندي إيش هو؟ كان عبارة عن ورقة شجر. وين موجودة هذه ورقة الشجر؟ اسأل نفسك وانت بتشغل، ابدأ في أصغر وحدة في الرسم عندك. الرسمة اللي عندي كانت أصغر وحدة متكررة كانت اللي هي ورقة الشجر، يعني معناته زي كنا بقول لكم روحوا على الكاستم شيب واختار لي ورقة الشجر. اخترنا برسمها طبعا. مش هذا هي الشكل؟ طبعا الحجم هذا كبير. يبقى بعمل كنترول تي وبصغر زي ما حكيت لكم. نضغط شيفت. بدي كمان تكون شوي مضغوطة زي هيك شوية. هذه الفكرة الأولى. بعدين بنسخ بضغط Alt. مش خدناها هذه ولا نسيتها؟ ضروري ما تنسوش الحاجات هذه مهمة جدا. طيب واحد حبيبي يا أستاذ كيف بدي أقلبها؟ كنترول تي اضغط بالزر اليمين. في عندي فليب فيرتيكال. بتعرف ايش معنى فيرتيكال؟ قلب راسي. عشان بدي اقلب بالاتجاه هذا هيك لاحظ بدون ما اتعب حالي. او روتيت وحده وحده. هلا انا عملت الوحده الاولى هذول التنتين مش بقدر ادمجهم مع بعض. بضغط شيفت بحدد الطبقتين كنترول اي يعني ميرج لينك ادمج الطبقتين مع بعض. دمجتهم صاروا ايش؟ طبقة واحدة. طيب هذا الطبقة اللي صارت عندي جديد بدي نسخها مرتين. نسخها مرتين. لو ضغطت على نفس الطبقة بالزر اليمين للماوس في عندك حاجة اسمها دبليكيت لاير. يعني بدل ما اروح اضغط الت واسحب. ليش انا استخدمت هذه الطريقة؟ بدي الطبقتين يكونوا منطبقين على بعض. ليش؟ مشان يكونوا لهم مركز واحد. يكون ايش لهم؟ مركز واحد. اي اوكي. لاحظ في تغيير. تنتين فوق بعض تماما. اعمل كنترول تي ونيجي على موضوع الدوران. اذا ضغطت شيفت حيعمل تدوير ايش؟ بزوايا. لاحظ درجة درجة بمشي معاك. لو ضغطت شيفت ما بدي اياها حرية. انا مشيت ايد عن الشيفت شايف؟ كيف بلف الماوس بدون شيفت. اذا انا ايش بدي؟ لاحظ عندي المسافة قليلة جدا طلعت. مش دارس تصميمي صح انا. انا كنت عامل كم وحدة؟ عامل ستة. لاحظ؟ نكتفي بأربعة مش مشكلة. هاي خلينا نعمل مرة ثانية كنترول تي واضغط شيفت مشان اخذ زاوية 90. زاوية 90 مرة انتر. هاي ايه عندي الشكل المطلوب. برضو بعمل دمج للتنتين كنترول اي. لو انا بدي الفهم شوية طلع كنترول تي طبعا. لاحظ هلا انا الماوس بدون ما اضغط ايدي على الشيفت بحرك بزوايا عشوائيه. لكن شيفت لاحظ درجه درجه. اذا بتاكد ايش الزاويه اللي بحرك فيها 15 درجه اثبت لك ذلك. هلا بتضغط كنترول تي في عندك فوق في الخصائص في هون زاوية شايفينها؟ ايش مكتوبة القيمة عندي؟ صفر صفر صفر. اضغط شيفت هلا وشوف ايش بتغير. حرك شحطة واحدة. ايش صار قيمة الزاوية؟ طب كمان شوية 30 يعني بزود درجة 15. كمان زاوية 45. كمان مرة 60 75. لاحظ 90. انا ايش بدي اياها؟ بدي اياها زاوية 45 بس. انت نروح نستدعي هلا شكل دائري صح؟ هاي شكل
دائرة. نحطه في المكان المناسب. هذا ليش هو مش مبين؟ هو لونه أسود. بدي لونه أبيض، غير لونه، وبدي أعمل له إطار إيش؟ أسود. يبقى بفعل مين؟ اللاير ستايل. هاي لاير ستايل ستروك، وبخلي القيمة تبعته مثلا 7 بالشكل اللي بنسبة. لاحظ في عندي فراغات كثيرة. لو كملت مورد زي هدول ورق شجر كان ايش بيكون؟ اجمل. انا متعمد، فرجيتك منظر وطبقت منظر معين مشان تحس بالفرق بالجماليات. لاحظ قديش في فراغات. طيب بدل الدائرة هذه لو افترض بدي اعملها مستطيل، مستطيل افضل حيكون معي. لاحظ المستطيل عندي في الحالة هذه مين الاجمل مع الحالة هاي؟ مش المساحة، مين اجمل لي؟ هاي السطروك طبعا المستطيل. لاحظ احط دائرة مع الشكل السابق ولا مع هذه؟ لا لا، ركز معايا. انا عندي المربع افضل. ليش المربع افضل؟ لانه انا عندي الشكل له 4 زوايا. لاحظ 1 2 3 4. لو كان دائرية زي السابقة بقول لك اعمل دائرة. وضحت الفكرة يا شباب؟ طيب نعمل هلا دمج. ليش بدي اعمل دمج؟ مشان بدي اعمل برسبكتيف. هلا بدي اخلي البلاطة او الشكل هذا مسطح. كنترول تي، بضغط بالزر اليمين للماوس. في حاجة عندي اسمها ايش؟ برسبكتيف. هاي ضغط على فعال. هلا ركز معايا، لما انا اطلع من فوق على السقف ايش ببين عندي؟ من ورا عريض، من قدام ايش؟ رفيع. معناته الكلام اذا بدي اعمله من فوق بدي اروح فوق. لاحظ تمام. طيب واذا عملته من، اذا بدي اعمله زي الارضيه ايش بدي اعمل؟ برسبكتيف طبعا ما تنساش، بدي اعمله تحت. لو بدي اعمله من الجنب الايمن ايش بدك تروح تعمل؟ كنترول تي وبروح برسبكتيف من الجنب الايمن فوق وتحت بحرك. تمام. بتكون المسافه من وين عريضه عندي؟ من اليسار. والمسافه قصيره من وين؟ اليمين. معناته بدي احرك للاسفل. لاحظ بحرك الماوس للاسفل او هيك للاعلى. بدي انا ايش؟ للاسفل. وبعمل انتر. هاي عندي الشكل اللي بدي اياه. سهل يا شباب.